عارفة في ناس كده أول ما تقابليهم بتحسي إن انتي تعرفيهم كويس، كل سر بمفتاح، هتحبيهم هتعيشي معاهم. شطارتك بقى يا حلوة إنك تعرفي تفتحي بالمفتاح. بقولك إيه، يا إما انتي بنت جدعة بجد وميت راجل، يا إما انتي بتتخبسي عليا يا فريد. عايزك تكتب المقال اللي هينزل مع الصور. معنى كده نصورها شوف كل اللي حصل من هنا ورايح، كل حاجة تشوفيها تصوريها. عايز الكاميرا دي تبقى عينيكي. يا بنتي دول ما بيرحموش، عارفة يعني ايه ما بيرحموش؟ انتي بينك وبين اوسخ ناس في البلد دي خطوة ومش خايفة؟ مش خايفة.